وزير العمل يعلن إطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين في بغداد والمحافظات الأخرى لشمولهم بالإعانة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة. وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان أن وزارة الداخلية أرسلت بيانات المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين لديها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف أن أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات جاهزة لإجراء البحث الميداني للمتسولين المودعين لدى وزارة الداخلية ليتم شمولهم بالإعانة الاجتماعية مع آخذ تعهد بعدم عودتهم إلى التسول من جديد. وأكمل الموسوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للتعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم الفئات الفقيرة والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التسول. المصرف الزراعي يطلق خدمة الحصول على السلف للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية. أطلق المصرف الزراعي خدمة الحصول على السلف للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية. ذكر بيان لإعلام وزارة المالية المصرف الزراعي التعاوني أنه في خطوة لتعزيز الخدمات المصرفية وتسهيل وصول العملاء إلى التمويل المطلوب بسرعة وكفاءة، يعلن المصرف الزراعي التعاوني أحد تشكيلات وزارة المالية عن إطلاق خدمة الحصول على السلف للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية.